يحضر التراث الإماراتي الغائر في القدم بقوة رغم ناطحات السحاب ومراكز التسوق العصرية، وتعتبر مدينة العين مركز الأصالة. فمدينة العين تحتضن إرثاً عريقاً يتبدى بوضوح عبر قلاع تتسم بطابع العمارة المحلية، مثل قلعة الجاهلي التي يحيط بها سور يبلغ ارتفاعه 6.5 أمتار. رقصة العيالة جزء من الفن الشعبي الإماراتي تحضر في جميع المناسبات، فقد كانت رمزاً للنفير العام إلى الحرب أثناء الغزوات. ليس صعباً تعلم هذه الرقصة، فإن كانت حماسية للرجال فالنساء والفتيات يشاركن بها أيضاً ويتمايلن بشعرهن في وسط الحلبة. ويزخر تراث الإمارات بحرف يدوية تقليدية كانت يوماً ما محور النشاط الاقتصادي للدولة ومصدراً للرزق هنا. إضافة إلى كل ذلك، يختصر متحف قصر العين هذا سنوات من التاريخ، وهو في الواقع قصر الحكم في العين الذي بدأ منه الراحل الشيخ زايد حياته السياسية. نلاحظ أن المبنى يتسم بالأناقة والبساطة، ويضم مجمعاً يحتوي على مساكن ومكاتب عاش فيها الشيخ زايد رحمه الله. كما يحتوي المجمع مقتنيات شخصية للرئيس الراحل، بما في ذلك أثاث غرف الجلوس والنوم والصور، وأول سيارة اقتناها الشيخ زايد سيارة لاند روفر استخدمها في الفترة الأولى من حكمه. في العين ما زال هناك محافظة على البيوت التقليدية الشعبية القديمة الجميلة جدا. لا شك أن مؤسس إلى جانب طبعا مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد عليه رحمة الله كان له دورا في هذه المحافظة في الحفاظ على مستوى المباني في حدود معينة، عدم بناء مباني كبيرة، الحفاظ على هذه الواحات. وعلى مقربة من متحف العين الوطني تقع واحة العين المميزة التي تضم عدداً كبيراً من مزارع النخيل، حيث تحيط ممراتها المظللة الزائرة بجو من الانتعاش بعيداً عن الحرارة والصخب. تقدر مساحة الواحة ب 1200 هكتار، تحتوي على 150 ألف نخلة من أصناف مختلفة تقدر بحوالي 100.